الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مقعي وامن حسن محمد وحان كمد هاي أرضيضة ديك معد الإمام الشاطبي معدك وحان قصو بيري سنة دي بركهور وحان سواق على الشنطي بيشي سقال الله بدي كوني كوي لا تنكي. الحمد لله وحان دمي قراءة عاصم براويه، هذا نحاول قراءة أبي عمر براويه. الحمد لله فضل لا إله بأسكله بعد الله وتوفيقه وحنمهد علينا يا معنك القارئ الوالد الشيخ عبد الله، ثم بعد ذلك وحنمهد علينا يا لبدي الوالد ووختي آذو بدن يسو بحيي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.